Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, lui, imagine à une vidéo. مختلف على لي فيديو اللي كنا كنحطو لكم. الفيديو ديال اليوم هو سر من الاسرار ديال لي شوفو بوكلي. بون عندنا واحد الحاجه مهمه بزاف كتخلي لي شوفو بيان ديفيل وكتعاون الشعر بزاف, عندها بزاف ديال المنافع. بون الحاجه هي الزرعه ديال الكتان, لها فوائد بزاف. بون غنوريكم الطريقه كيفاش كنصوبوها. كناخذوا كاس ديال الماء, كنديروا 3 ديال المعالق ديال زريعه الكتان كما كتشوفوا, ابري كنشعلوا عليها العافيه, كنخليوها حتى كتغلي. بون انا كنزيد معاها زيت ديال جوز الهند. ما كانش عندكم ما كاين مشكل, زريعه الكتان كافيه, مي هذا الزيت هذا كيخلي واحد اللمعان في الشعر. ها انتما كي كتشوفوا معانا هي كتغلي, كنحيدوها من البوطه, نصفيوها مزيان. كما كتشوفوا انها كتولي بحال جيل. بون انا كنخدها باش الزيت يندمج مع الخليط اللي عندي. بون حنا ندخلو ندوشو. انا جي بريفير هاد الشامبوان هذا, لا بلوبار الناس اللي عندهم شعرهم كيرلي كيستعملوه. اي فوالا بيبيات, انا خرجت من الدوش, انحيدو داك ساعات الفوطا. بون حنا نقسمو الشعر حيتاش خاصنا نخدمو على كل خصله. فوالا البنات, جي بريفير انكم ما تمشطوش شعركم بالمشطه, حاولوا انكم تخدموا غير يديكم حيتاش المشطه كتشنتفو. بون كيما كتشوفوا انتما معايا كيجي بحال جيل. يلا نبداو نوريكم كيفاش كتقبضوا خصله, كتفرقوا لي شوفو مع يديكم مع صبعانكم بلوتو وكتطلعوا الفوق. كديروا نفس الطريقه وانتم كتبومبيو شعركم الفوق. فوالا بهذه الطريقه كما كتشوفوا معنا. بون كنكملوا هكا في الشعر كامل. انتم كتشوفوني انني خديت واحد الخصله من الفوق, كنكملوا بنفس الطريقه افيك لي ما, حاولوا انكم ما تستعملوش كاع المشطه. بون بعد ما كملت شعري كامل كيكون هكا, جي بريفير انكم ما تستعملوش الفوطه حيتاش كتشنتفو, او الشيشوار لا حيتاش كيضرو, خليوه ينشف على خاطر. بعد ما نشف شعري كنحاول انا نحل لي بوكل باش ما يبقاش هابط, حيت جي بريفير ان الشعر الكيرلي يكون منفوخ. بون كيما كتشوفوا معايا اي فوالا الريزولتا كيجي هكا زوين حتى ما كيكونوا لي بوكل هابطين. بون كنتمنى الفيديو يكون عجبكم, تكونوا استفدتوا. الا كان عجبكم بحال هاد لي فيديو هادو كتبوا لي في لي كومونتير اللي تحت, حيت كاينين بزاف ديال الوصفات كيخصو لي شوفو بوكلي. الا كنت اول مره تشوف القناه ديالنا اعمل ابوني وخليو لي شي كومونتير زوين لتحت وجيم على الفيديو. نتمنى تشجعونا.